قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. ثم مرة، كم سيكون لك من الأجر؟ كان سعيد بن جبير يختم كل ليلتين رضي الله عنه، كل ليلتين يختم في رمضان. والأسود بن يزيد النخعي رحمه الله كان يختم كل ليلتين في رمضان، وقتاده كان يختم كل 7 ليال. فإذا دخل رمضان ختم في كل 3، فإذا دخلت 10 ختم في كل ليلة. قتادة في كل في 7 ويروى 6 ليال يختم، إذا دخل رمضان ختم في كل 3. كم يصير عندك ختمة؟ 20 يوم وهو يختم في كل 3. فإذا دخلت 10 ختم في كل ليلة. هذا شيء عجيب رحمهم الله تعالى. البخاري رحمه الله كان يجمع أصحابه طلبة الحديث فيختم بهم صلاة التراويح في كل 3 ختمة، كل 3 ليال ختمة يختم بهم، وفي النهار بمفرده يختم كل يوم ختمة. هذا الإمام البخاري رحمه الله. هذا العمل منهم استمدوه من الحديث الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس في القرآن جبريل كل سنة مرة، لما كان العام الذي توفي فيه دارسه القرآن فيه مرتين. فينبغي للمسلم أن يكثر من الختم في هذا الشهر، لا سيما والبواعث موجودة التي تعين على قراءة القرآن، والصوارف مفقودة أو ضعيفة. فإذا فقدت الصوارف ضعفت ومع ذلك لم تختم يا عبد الله، فمتى ستختم؟ متى ستختم القرآن تمر عليه؟ متى؟ فالله معشر الإخوان، في هذا الجانب ينبغي للمسلم أن لا يشبع من هذا القرآن، كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو صحت قلوبهم ما شبعت من القرآن، ما شبعوا من القرآن، لو صحت القلوب ما شبعوا من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الختم في كل شهر مرة، فلم يزل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: أنا أجد في قوة، وأنا شاب أجد في قوة، إلى أن انتهى به إلى 3. ما دون 3 لا. طيب كيف هذا الذي نسمعه الآن؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال: إنما هذا النهي على المداومة. وفعلا المتأمل حفظكم الله لحديث ابن عمرو يجد أن مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم يريد بها المداومة. إني شاب وأجدني أجد في القوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل به إلى 3. فدل ذلك على أن عبد الله بن عمرو كان يريد به الحال الدائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن الإنسان سيضعف لم يزل به يراجع حتى انتهى به إلى 3 أيام. أما إذا كان لأمر عارض كوقت فاضل وزمن شريف كرمضان، أو يقول رحمه الله لمكان أيضا فاضل شريف كمكة لمن قدمها وليس من أهلها، فينبغي له أن يستغل ذلك فيكثر من الختم وقراءة القرآن في مثل شهر رمضان. قال: وهذا مذهب أحمد وإسحاق وغيرهم ممن تقدمهم رحمه الله. والدليل في هذا الذي سمعناه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فينبغي لنا أن نعتني بهذا القرآن قراءة وتدبرا وتفهما، وحبذا لو كان معه شيء من التفسير اليسير، لا تطيل على نفسك حتى تفقه معاني الآيات وتعرف مدلولاتها في سطر ونحو ذلك.
فتتفهم هذا الكتاب وتدبره، لأن الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا هو الذي يطلب من المسلم في كتاب الله، وهو التدبر لهذا الكتاب الذي أنزله الله جلا وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.